بالنسبة للمهاجرين القادمين من الدول المدرجة في القائمة باء والمعنيين بحجر صحي لمدة 10 أيام في فنادق خاصة، فهذه هي المدن التي سيتم فيها الحجر الصحي. ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء، طنجة، أصيلة، تطوان، الصويرة، إنزقان، إيت ملول، الداخلة، ورزازات، ناظور، وجدة، أكادير، العيون، الحسيمة، مراكش، والرباط، ومدينة فاس. فهذه هي المدن اللي غادي يكون فيها الحجر الصحي بالنسبة للمواطنين اللي جاوا من الدول المدرجة في القائمة باء. وبالنسبة لهذه المدن، الناس اللي قراب لها هذه المدن غيكون يعني مزيانة لهم، أما بالنسبة للي بعاد عليهم هذه المدن ففي الحقيقة القضية شوية مزيرة.